الخير، أنا دكتورة ولاء الأهواني، أخصائي الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والليزر. من الحالات اللي بقابلها كتير عندي في العيادة هي الصلع الوراثي، تساقط الشعر عموما، وعايزة أقول إن الحالات دي بنقابلها في الرجالة وفي الستات كمان. من أحسن العلاجات اللي بنتبعها في الحالات اللي زي دي هي الخلايا الجذعية stem cells. الستام سيلز هي عبارة عن مجموعة بروتينز بتشتغل على فروة الراس، معمولة طبعا جينيتك انجينيرينج بطريقة متقدمة جدا، بتتحقن في فروة الراس أو بنستخدم الديرما بان علشان نعمل لها أبليكيشن، وهدفها الأساسي هو زيادة الديفرنشيشن والبروليفريشن بتاع الخلايا، يعني بتساعد على أنه الخلايا اللي في فروة الراس بتاعة الشعر تتكاثر وتطلع شعر بطريقة أفضل. إيه اللي بيميز البنيف عن بقية الخلايا الجذعية؟ البنيف من البرودكتس الهائلة جدا واللي بقالها أكتر من 10 سنين برضو في السوق. الفايدة الأساسية في البنيف إنه تأثيره قوي جدا، الجيناتيك إنجينيرينج بتاعه عالي، الكفاءة بتاعته عالية جدا، ما بيعملش داون تايم أو ما بيعملش حساسية بأي حال من الأحوال. من الحاجات الحلوة قوي كمان في البنيف إنه مطعم مش بس بالبروتينز أو الجراث فاكتورز اللي موجودة، لأ كمان معاه زنك، معاه بانثينول، معاه بيوتين. فإحنا في الجلسة بندي كذا بنفت، بنساعد بالخلايا الجذعية وبندي الفيتامينز اللي بتكون إسانشيال علشان الخلايا الجديدة اللي طلعت تتغذى بطريقة قوية وتكون أقوى وتستمر الوقت أطول للتأثير بتاعها.